سلام البنات، سلام متتبعين كاع كاملين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. مشي عكا ديالي، شعي كيكه مشطي شعرك، عرفتوا؟ صافحه فرحانه البنات لانه جبت النجار. غادي نوري لكم اشنو قاد، كيف ما خليتوا ليا في التعليقات ديالكم، كيف ما قلتوا ليا اشنو اللي خصني ندير. واخيرا البنات، واخيرا اليوم عاد غادي نست في بيت النعاس كما يجب، واخا مازال شي، واخا البنات مازال ما وصلونيش دي فوتو كنت كومونديت عليهم، ان شاء الله واحد يومين اولا 3 ايام عاد يوصلوني باش هكا نعلقهم في الحيط ويكمل لي داك الشكيه اللي كنت متخيله. والله بعض المرات البنات راه الاصرار اهم من النجاح. بعض المرات فاش كتكوني شي حاجه باغا توصلي ليها وكديريها بين عينيك، اكيد الله سبحانه وتعالى كيفتح لك بيبان الخير، واكيد الله سبحانه وتعالى كييسر لك الامور. شوفوا البنات والله الا عرفتوا كنكون غير بوحدي بوحدي وكنقول الحمد لله والشكر لله. غير البارح البنات، غير البارح كنا ناعسين في بيت واحد، وماشي حتى بيت، صاله منو، صاله منو، بيت منو ديال الضياف منو، كتنعسي منو، كتاكلي كتحفظي فين حاطه حوايجك، كل شيء، والكرتون غامل، الارض تراب، الدس، ما كاينش الضو، ما كاينش الماء، ما كاينش السرجم، ما كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله على كل حال بشويه بشويه، بخطوه بخطوه. واهم حاجه اذا كان عندك الاصرار، اذا كنتي باغا توصلي لشي حاجه، شي هدف، باش تتقاتلي على قبله، تتقاتلي على قبل وليداتك، وكانت نيتك صافيه وكنتي مزيانه مع الله سبحانه وتعالى ومع العباد ديالو، اكيد الله سبحانه وتعالى كييسر لك الامور ديالك، والحمد لله. الحمد لله والشكر لله البنات. اليوم غنتقاسم معكم الفرحه ديالي بعدا بالبيت. ما خديتش ليه الموكيط البنات كيف ما قلتوا ليا، بغيت حتى وكان يعني نشد العبارات اكزاكت باش ما نبقاش نضيع في الزرابيغه هكاك. مهم غادي نعدي باش ما عطى الله سبحانه وتعالى، غادي نديباني هكا هكا، وها نتوما معايا البنات وانا فرحانه لانه اخيرا بيت الاحلام ديالي اليوم غادي نقادو ونصايبو ونعاودو البنات، وها نتوما معايا في البنات. شوف انا غادي نوري لكم هذا الكرتونه البنات، عقلت فاش كنت كنجمع في الرحيل كنت كاتبه فيها الحقائب، شتو هذه ديال السيكان، دوك البلاكارات انا نوري لكم، انا نوري لكم بلاكارات البنات اشنو غادي ندير فيهم، يعني كل حاجه اشنو غادي ندير فيها. هادو راه فاش كنت مشيت نجيب النجار، لحقاش جو من سوق السبت باش يفيكسي ليا قاد، قلت لندى جمعي ليا بنتي الله يرضي عليك دوك الكراتن داكشي من بيت النعاس، جمعيهم حتى وكان نعقب نستفهم. والمبرزيطه ديال نور هان مع تتلعب ليا في الصاله هنايا، المانط كانت حاطاهم عاتق اختي، نبقاو حتى تنستفهم في ليكوا. المهم شوفوا اوريفلام بعدا كي نشوفو، شتو هادو اللي كنت سميتو كومونديت البنات. انا غادي نوري لكم، وغادي نوري لكم حتى ديك لا غام قال فالله كبر. ها انتم تصنتوا انت كمل الاذان نكمل معاك. شوفوا هاد العجيب، يلا يلا كاين اللي بغيت العروسه تحاول ما تيجي لها وما وشديتك فتنورها من قبل ما نبدا انايا. هزت ليا هادو دياولي، فين هادو دياول؟ من هذاك دياولي قدام؟ شوفو شوفيا هادي هادي دايرين هنا وقبل انا البنات ما نبدا نشقاو. سميتو نسد في بيتي، راه جات هي دارت ليا واحد الهايلاله هنايا، واحد الجوكه. لا اختي وانا باقا نعطي شعري شي من ما والا وتقول. شوفوا وجبدت هاد التخربيق هذا حطاتو، قالت لك بطلع كوافوره يا جيبي شي مونيكا ديالك ولعبي مع كوافوره. هداك تنت فيها ليلي، هداك تنت فيها. لا 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 ديك شعره حرش. شدي نادا جيبيها هدي نادا، بغيتها الدور تصرخك. لا غنفكر شي مونيكا شعرها طاب. يلا خليني نمشي انا نكمل شقاي. في السيجور قلت لها لقى السيجور مخبو كنت فاهم معاه. شوف وانا ثاني علم فيك اختي. البنات شوف انا عقبت هزيت هزيت الناموسيه، حقاش كيف ما قلت لكم ديك المره اللي بغات تصايب شي ناموسيه جديده اولا
ضروري البنات هاد اللعيبه هادي اللي حقاش كيكون لتحت كتخزني اي حاجه بغيتي. شفتوا انا كندير لكم باش تشوفوا اللي راني خازنه المخد ليها، وهنايا اي حاجه ما بغيتهاش غادي نخزنها. بحال دابا هاد الكوفر اللي هذا حيدته تا يبرد تيسخن عليه الحال لحقاش هذا ديال الصيف، غادي نطويه ونطرفو تما. دابا بحال دي كنزقي بحال الحوايج اللي ما كنلبسش بحال سميتو، غادي نزقيهم تما نطرفهم باش ما يبقاوش. نساعد الغبره ونساعد نمسخ. واحد السيده ما عرفتش فين هي، المهم نقلب انا كنشقى وعاد نقلب البنات. هانتوما بحال البنات حتى هاد الكرتونه داكشي اللي ما غاديش نستعمل غادي نكمل حتى تنستف. انا ندور لكم تشوفوا غادي ندور هنايا نقاد نعاود داكشي اللي ما غاديش نستعمل اللي ما عنديش حاجه به دركا، يعني بلا ما يبقى غير محطوط لا شي حاجه غادي نحطو في الكرتونه ونحطو لتحت. وهانتوما معايا البنات انا تنخمل في البيت ونقاد معكم. واش انا راه عزيز عليا دابا تشوف شي وحده، والله العظيم داكشي علاش عزيز عليا نشوف شي وحده كتصايف في بيتها وكتقاد فيك كناخذ افكار. كيعجبني بعض المرات كنشوف شي حاجه وانا فاش غادي نبدا نستف معكم غنوري لكم البنات. كنت بزاف اللي لقيت من داك المره مع قلت لكم قولوا لي الا بغيتو نوري لكم لاكام اللي وليت تندير لوجهي البنات. ها هي انا غادي نوريها لكم دابا قبل ما نكمل قبل ما نستف. ها هي هاد لاكام البنات هي ديال نوفيج، شفتو هادي كيجيو فيها كيجيو فيها واحد المجموعه انا نوريها لكم راه حاطه حنا كنستعملها. ها هي شفتو هادي البنات هادي راه خديتها من اوريفلام، واعره واعره واعره. شفتوا حاله وجهي كيفاش كانت البنات شفتوا، وكنتو كاملين كتكتبوا لي في التعاليق صباح مال حاله وجهك ولا تكاك صباح البنات راه ماشي درت لوجهي شي حاجه، راه ماشي السونتر ماشي حتى شي حاجه، بالعكس السونتر راه صفى ليا وجهي. راه كون تشوفوا حالته كيفاش كانت راه ما نعاودش لكم. كنت مشيت في الصيف للبحر، الخطا اللي درت مشيت للبحر رجعت باقي وجهي عرفتو محروق بالشمس، وانا ندوز ديريكت درت ليه الليزر. لحقاش كنت كندير اللازيغ البنات كنت كنديرو قبل ما تزاد نورها، نتوما عارفين حنايا العيالات تيكونو تخربيق ديال الهرمونات تيكونو تيبدا ينوض لك الزغف في وجهك. فاش وليت كنديرو فاش لقيت راسي حامله بنورهان وانا نحبس، نتوما عارفين الليزر فاش كتبدا ديري فيه كيبقى على واحد شحال مده عاد كيبدا يبانوا لك شي زغيبات لا شي حاجه، ضروري خاصك تعاوديه ضروري. فاش جيت من اكادير لقيت وجهي بحال لا شي زغيبات بداو كينوضوا، وانا مشيت ديريكت وما عرفتش ما تسنيت لا يومين لا ثلاث ايام، غا جيت من البحر ديريكت ومشيت درتو. والخطا ما كنتش عارفه بان كاين الليزر يعني البارد والساخن، كنت كندير انا الساخن عرفتي تصوروا الليزر الساخن مع وجهك يلاه جايه من البحر مع فصل الصيف نيت الحراره، وما نعاودش لكم وجهي كيفاش ولا عرفتو. هكاك الجلده كندير لها هكا، شتي فاش كتمشي للحمام وكتبقى تملخي 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 في الجلده ديالك وكدير لك بحال ما هكا، ها هكاك محروقه راه بحال ما هكا ولا ليا وجهي هنا ولا ليا هنا صافي حالتو. وحتى وكان ليكرون ديال الشمس كانت سالا ليا وجاني العكس باش انني ناخذو فولا ليا وجهي بحال ما هكاك، ويبدا تيبان ليا الكلف في وجهي تيبدا ليا تيبان ليا هنا وتيبان ليا هاد الجهه هادي. وكنتو كتقولوا لي تقول لي صباح صباح وجهك وجهك، تنقول لكم غير بلاتي راه مع الجري ومع هاش وقع تقريبا اغلبيه اللي ما شافوش اشنو كنت كنقول لكم يعني ما كتشوفوش الفيديو كامل علاش ما عرفتوش اشنو السبب ديال وجهي. حتى لقيت هاد لاكام هادي البنات وراني قلت لكم انني داخله في الجروب مع البنات ديال اوريفلام اللي عندي في اوريفلام، انا نخلي لكم النيميرو التليفون البنات دخلوا تسجلوا البنات دخلوا تسجلوا في اوريفلام معنا، مرحبا بكم والف مرحبا.
غادي تنقص لكم 30% زائد الا دخلتوا بنادم كتبداو تلعبوا على سلم النجاح. وفي الجروب راه كاينين البنات اللي وريو لكم كيفاش توليو تربحوا من اوريفلام. راه ماشي داكشي اللي كنتو كتسمعوا ديال الزمان اوريفلام ما فيهاش ولا شنو، بالعكس راه فيها وفيها الفلوس كثيره وخلاص كاع الا ما بغيتوش تخدموا تبيعوا وتشريوا ولا شنو غير راسكم نتومايا. بحال انا دابا انا استفدت من هذه، خديتها كانت الشهر اللي فاتت خديتها بواحد الثمن زائد ناقص ليا 30%. هاد الشهر هذا هابطه في الثمن ديالها. هذه البنات راها واعره غزاله، هذه هي لاكام انا اللي وليت كندير، وراه كاملين قلتوا لي صباح ولا لك وجهك كيتنقى كيتصفى. ها نتوما كاينه هذه البنات، انا نوري لكم شنو في هاد لاكام. وحتى كاع الا ما بغيتوش تاخذوا لاكام كامله تاخذوا غير ديال الليل بوحدو. هذه فاش كنحيد الماكياج من وجهي البنات كنديرها كنغسل بها، كاينه الشيته ديال الوجه كنغسل بها كتلقى واحد الرغوه هكاها كنغسل بها. هذه هي الاولى. عاد البنات كاينه هذه ديال هنايا كنديرها لتحت عينيا ديك الزروقيه ديك الهالات السوداء، وحتى دوك عارفين دوك الشريطات اللي كيبداو يبانو المشاكل الصداع التلوث ديال البيئه التقدم في السن بزاف، راه حنا غاديين تنكبروا ماشي غاديين تنصغاروا. هذه البنات كتقلل هذوك الشريطات دوك التجاعيد داكشي، وكت يعني كتهدئ هاد البلاصه هادي ما كيبقاش لك الزروقيه. كاين عاوتاني هذا السيروم البنات ديال الوجه كدهني به وجهك، هذا غزال بزاف فيه الايكولاجين، راكم عارفين الايكولاجين البنات لاش كتليق. عاوتاني راه كاينين يعني كل وحده والسن ديالها، وكاين لاكام المناسبه ليها، كاينه 25 ل 35 سنه ل 35 ل 45 سنه و 50 سنه فما فوق، يعني كاع الفئات العمريه كاينين لاكام ديالهم. كاينه هذه البنات سيرون قلت لكم، وكاين هذه اللي كندير انا اكثريه البنات كندير هذه ديال الليل، الكريم ديال الليل هو اللي كنديرو انا اكثريه. ها انتم شفتوا راه كانت عامره ها هي، لحقاش انا دابا شي تقريبا 15 يوم باش بديت كنستعملها، وبدا كيبان ليا الفرق واعر فوجهي انا. انفو غادي تسالى ليا والله ما نكذبش عليكم البنات، غادي ناخذ واحده اخرى لحقاش زوينه واعره. كنت شفت البنات بزاف اللي كيشكروها وكاملين تقريبا الاغلبيه اللي خداوها، وقلت انا نجربها حتى انايا، ما شاركتها معكم حتى استعملتها وكان مده ولاحظت الفرق. هذه البنات هذه ديال النهار، هذه كنديرها قبل ما ندير فوندو تان، قبل ما ندير فوندو تان بنهار الا كنت ما غاديش نخرج لشي بلاصه فيها الشمس بزاف او لا. هذه لحقاش درجه الحمايه ديالها 35 درجه، شفتوها هذه اكثريه انا اللي كنستعمل، يعني هذه يوميا ما كنفلتهاش. نقدر هذه بعض المرات ما كنستعملهاش الا كنت غنخرج للشمس بزاف ولا شنو، كندير لي كرون ديال 50 والفوق، الا كنت ما غاديش نخرج للشمس بزاف كندير هذه، ولان هذه ديال الليل هي اللي اكثريه. لحقاش هذه ديال الليل هي اللي كتحيد الكلف من الوجه، دوك النقاط الكحلين داكشي كتقللهم بزاف ديال الحوايج وكتخرج لك وجهك صافي. هذه يعني ماشي من النهار الاول غيبان لك الفرق ولا شي حاجه، بالعكس خصك تمي غادي يعني الشهر الاول او لا 20 يوم الاولى او ليلة درتيها بانتظام كيبدا يبان لك الفرق البنات. هذه اللي بغاتها ادخل البنات لهاد النيميرو التليفون اللي غنخلي لكم تسجل ينقصوا ليها 30% البنات. هذه راه كاينه فقط في اوريفلام ما كايناش شي بلاصه اخرى. هذه البنات انا شاركتها معكم، قلتوا لي ديك المره صباح وريها لينا اشنو وليتي كديري الوجه. ها هي البنات اللي بغات تدخل تسجل معنا مرحبا والف مرحبا، تاخذ هاد لاكام هادي بثمن اقل، وكذلك اللي بغات تخدم على راسها ما نعاود بلا ما نعاود لكم البنات، لان فهاد الوقيته هادي راه ما كاينش الزمان اشنو ولا واقع فيه، ما بقات لا ثقه لا في الزمان لا في الرجاله لا في حتى شي حاجه. قد ما عندك جيبك قد ما كتسواي، ما كتعرفيش غدا بعد غدا الله يستر اشنو ممكن يوقع. داكشي علاش خدموا على ريوسكم، كنقولها لكم دائما، كنقول لكم راه عمرك ما تحطم، عمرك ما يحطمك شي حاجه، عمرك ما تقولي ما نقدرش نوصل لشي حاجه، عمرك ما تقولي انني ما غاديش نقدر نخدم وما غاديش نقدر نهز راسي، وبالعكس اللي داير في باله في شي حاجه غادي يوصل ليه غادي يوصل ليه، غير تكون نيتك صافيه وتكوني دائما كطلبي الله سبحانه وتعالى على رزيق ديال الحلال. مادام كديري شي حاجه حلال فراه ما يهمك حتى شي حاجه،
تخدموا على راسكم فاش ما عطى الله دخلوا الاوريفلام ديروا قنوات ديروا بيع وشراء بيعوا الجلال بيعوا البيجامات عاونوا راسكم بلي كوموند ديال الحلوه ديال اي حاجه فيها فلوس ديال الحلال البنات ما تجلسوش الارض وتزكاو العيالات اللي عندهم وليداتهم اللي ما تخليوهمش رجعاتهم يخرجوا ولا شي حاجه ها هي الخدمه ديال اوريفلام البنات تبيعي وتشري غير بالتليفون كتجيك لا كوموند حتى لعندك للدار وتبيعي وتشري البنات وعندكم النسبه ديال 30% عاده الا دخلتوا الناس معاكم كيوليو عندكم بزاف ديال المزايا البرد كيضرب كيوليو عندكم البنات بزاف ديال المزايا كيوليو عندكم لي كادو الشهر الجاي كاينين كادويات واعره للمعن ديال الدار نوريت لكم الفران وريت لكم شحال من حاجه البنات غال اللي ما بغاش تخدم على راسها وصافي غال اللي بقات مزقيه وحتى الاخر وتقول لك اه ندمت كون حنايا كنا صايبين اللي تيقول لنا هادشي هادي 4 سنين و5 سنين و6 سنين فاش كانت حياتنا غير غاديه غير هكاك والله العلي العظيم البنات يما تصيبونا فهاد الحاله هادي اللي وصلنا ليها هادي شحال من يوم لكن الحمد لله فضل الخدمه فضل اليوتيوب فضل تنتلاحى نتوما شفتونا حنا اليوتيوبرز دايرين اليوتيوب تتصيبوا اغلبيه فينا تبيعوا ويشري هالجلالب هالبيجامات ها داخلي الاوريفلام ها داخلي شحال من حاجه علاش لحقاش جربوا اشني هي الخدمه جربوا اشني هما يوليو الفليسات في جيبهم عمركم شفتوا دابا شي يوتيوبرز اعتازلات ولا جلست ولا ما بقاتش خدامه لا بالعكس تتصيبوها من خدمه لخدمه لانها ضاقت اشني هو يكون جيبها عامر فلوس انا ندمت على شحال هذه فاش كانوا البنات كيقولوا لي صباح ديري قناه صباح خدمي على راس كتحط هذا الشيء في الجروبات كان عندي جروب في الفيسبوك كنحط داك الشيء في الجروبات غير هكاك لله في سبيل الله وكيبقاو البنات يخاصموا فيا تقول لي صباح كون عاد درتي قناه صباح تنقول لهم اي ايوا صافي ايوا صافي نهار درتها واخا ما كنتش معوله على الفلوس ولا شي حاجه نهار احتاجيتها ووقفت على الصح لقيتها الحمد لله كون احتاجيتي شي واحد ووقفتي عليه ولا شي حاجه كنتي تضليتي وما شفتو اش وقع لينا وسميتو تحتاجي شي واحد بنادم كشخص كانسان ما غاديش تلقايه لكن غادي تلقاي خدمتك غادي تلقاي رزقك غادي تلقاي بزاف ديال الحوايج مادام كتطلبي الله سبحانه وتعالى ومادام الله راضي عليك ومادام كيسخر ليه العباد ديالو اكيد الله سبحانه وتعالى غادي يوقف معكم العيالات تدخلوا تخدموا على راسكم واللي بغات شي حاجه مرحبا على الراس والعين ها نتوما البنات ها هو النيمو ديال التليفون ها اللي بغات لاغام اللي بغات من غير لاغام اللي بغات وجهها اسفاليا تدخل غير تسجل البنات تاخذ لاغام ديالها وشغلها هذاك ديك الساعه الا عجبها الحال تبقى تقدي هي هذيك ما عجبهاش الحال المهم هاد لاغام هاد ديال البنات راه فقط كاينه عند اوريفلام البنات وعوض ما تكوموندوها تجيبها لكم شي حد ولا شي حاجه يعني تسجلوا تنقص لكم ديك 30% البنات ومرحبا بكم ندوز دابا نكمل وتشوفوني اشنو غادي نحط وشنو غادي نستف التخربيق ديالو لي بارفان داك الشيء وهانتوما معايا واخيرا ساليت البيت وقديت وعاودتو عرفتو ما جريت على المشاغبات ديالنا داو نوران من البيت غبزز عجبهم وحمقهم ولاو تيقولوا لي نتبادل قلت لهم لا اختي ما نتبادل معاكم ما تبادلوا معايا عرفتو نادا عجبها بزاف بزاف ولات جالسه ليا هنايا تتقول يا ماما جي نتبادلو الكوافوزات انا وياك تنقول لها وتقول تتقول لي خليني نكون ماماكم لمده يوم واحد قلت لها وتقول اشنو اختي وتونو راد راد عالم صافي تجدي طل تزيد المهم البنات انا غادي ندور لكم باش تشوفوا تشوفوا الشكل النهائي بلي ديطاي وخليوا لي التعليقات ديالكم وخليوا لي الاراء ديالكم البنات وقولوا لي كي جاكم اشنو اللي نبدل اللي نخلي المهم باقي لي طابلو يوصلوني ونشاركهم معكم لحقاش كومونديتهم من واحد لاباج غير يوصلوني ونشاركهم معكم البنات وندور لكم تشوفوا
نتوما البنات انا نوري لكم عرفتوا ندى ونورهان قال لي اجيت حنا نبدلوا الديكور ديال بيتنا. جات نورهان قالت لي قلت لها تكلوا عليه سيروا ديروا الطاقه ديالكم وعاودوا رتبوا البيت ديالكم وقادوا نتوما التويشيات ونشوفوا الديكور اللي غادي تبدلوه حقاش عجبهم البيت بزاف. المهم البنات ها نتوما هنا كنتو قلتوا لي نهزها شويه على الارض. هذا الشيء اللي يبان لكم البنات تما راه ماشي الوسخ ولا شي حاجه لان يلا جففت قاديت هذا الشيء غير تقريبا واش شي صباغه ولا كانوا دايرينها مالي الدار شفتو فبقات في الارض. المهم قلتوا لي حيديها هزيها شويه على حساب الجفاف وعلى حساب احنا هزيناها على الارض وفيكسيتها. ها نتوما دابا هادي راه مفيكسيه في الحيط واخا ما عرفتش شنو تحطي فيها واخا تعلقي فيها في راسك ما طيح ما والو. درت هادو الجات اللي درتهم. المهم ها نتوما شوفوا انا راه قديت لحقاش كندخل كنبقى نبرقق البنات في هاد لي باج هكايا الكوافوزات الجديد ديالهم كيفاش مرتبين. المهم عجبني بحال ما هكا وانا درتو هنا يا دا ملح البحر البنات اللي كيدار في الرجلين. هنا درت بارفان. المهم داكشي اللي عدي راني قضيت به وصافي. هنايا ها هي لاكام اللي قلت لكم البنات قبيله ديال نوفيج هذه كنحطها لحقاش كنديرها كل وقيته خاص ضروري تكون حدايا. هنا المرطبات وهادو كان عندي البنات الصراحه وحق لا اله الا الله راه كنقول لكم شوفوا سبحان الله العلي العظيم وربي فاش كيبغي يرزق الواحد والعاطم اللي كيبغي يعطي لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله على البارح كانوا حوايجي مرميين في الارض والنامسين كانوا حوايجي مستفين كان عندي بيت النعاس كان دازت مده ما بقى عندي والو ودابا الحمد لله اللهم لك الحمد انا عاودت ستفت حويجاتي ومعناتي. هنايا هذه الكوافوزه البنات راه وريت لكم فاش كيشعلوا فيها الضوا وها نتوما بالنسبه للناس اللي بغيو يقادو سميتو شتو الاضاءه كيفاش كتكون كتكون زوينه شفتو. هنايا البنات خلاص هنا حاطه شحال من حاجه داك التخربيق ديالي. المهم مستفه البنات داكشي اللي نحتاجو سميتو الا بغيتو نوري لكم المجوره التخربيق وداكشي. المهم خليو لي التعليقات ديالكم نوري لكم كيفاش كنستفهم. هنايا درت فيها الطابي هادي على حساب كاها الغبره وعلى حساب الوسخ واخا ترى هذا البنات التوب ديالو هذا راه اونتي طاش شفتوه راه واخا يتوسخ سميتو كدوزي عليه غير بشيفونه وصافي بحال شكل الناموسيه بحال هذا نفس التوب واخا تيكون الثمن شويه زايد ولكن راه هو هو. وهنا البنات ها نتوما باش ندور الكليغاش هذا ديال رينغ لايت ودرت هادي هنايا هادي كانت عندي كانت صيفطاتها ليا الاخت سناء بلا فيتا اللي كاينه في ايطاليا كانت صيفطاتها ليا مع لي كادو وانا درتها. هاد المرايه اللي كنت شريتها البنات راه وريت لكم فاش خديتو من بني ملال. وهنايا هادو حتى هما اللي كانت صيفطات ليا سناء بلا فيتا وقلتوا ليا صباح راه كيدار فيهم الماكياج اولا كيدار فيهم لي بارفان درت فيهم لي بارفان. هاد لي بارفان هادو البنات راه هادو ديال اوريفلام لي تناخد. المهم هادي كانت عندي قديمه هادي حتى هي هي هنايا البنات هنايا جمعت السيكل تخربيق راه قلت لكم درتها على حساب السيكل وهادي صحيحه. المهم هنا مازال تندير هنا جمعت في داك الشيء ديالي هذيك خازده على نور هاد شتو وهنايا هاد الشيء اللي عندي خزنتو البنات شفتو كيفاش جا هنا البنات. ها نتوما هي خوات هاد البلاصه كنتو قلتو لي صباح معمراها انا خويتها دابا ما بقاش في هذاك الدخشيش وداك الشيء اللي كان بقاو على حوايج في بلاكار صافي شفتو اوبلا الشكل النهائي البنات قولوا لي دابا كيف جاكم. هذه كنتو قلتوا لي زيدي وحده اخرى راه ما لقيتش في مرجان حتى الا عاودوا جابوهم مره اخرى
وعاد نشريهم لحقاش كانوا دايرينهم بخموسيو فطاروا بهم الناس سعود سعود 70 درهم اولا سعود 60 درهم ما عقلش بالضبط فما بقيتش لقيتهم. المهم ها نتوما المهم البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتقولوا لي كيف جاكم هذا الشيء اللي قاديت واش هو هذاك ولا لا شنو خصني نزيد شنو خصني نقص بانتظار التعاليق ديالكم البنات وشكرا لكم على الحب ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لينا وشكرا على الدعوات الزوينين ودعوات الخير يا ربي امين. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله على القناه والسلام عليكم.